إذن أخي المتابع الكريم، سلام الله عليكم، تحية أخوكم حميد العقاوي، وهذه المرة من مدينة الرباط. كما كنشوفوا إخواني والكل إخواني الحمد لله، كيتمنى الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بقطرات ديال المطر تزامنا مع نقص ديال المياه اللي كتعرفها المملكة المغربية، وخاصة أن الحكومة قررت واحد القرار غريب في الآونة الأخيرة، هو إغلاق مجموعة ديال المحلات اللي كتسبب في التبذير ديال المياه. كنتواجدوا في مدينة الرباط، هنا كنشوفوا إخواني انفجار ديال هذا الأنبوب المائي اللي أعطى الأطنان ديال المياه هنا، والخطير في الأمر أنه في المدخل ديال طريق السيار الرابط ما بين الدار البيضاء بين الرباط في اتجاه الدار البيضاء. فهذه صيحة قبل الفاجعة، صيحة إلى كل مسؤولين، صيحة إلى مسؤولي مدينة الرباط والجماعة بمدينة الرباط ولما لا حتى السلطات المحلية. فكنتمناو ان، لان كاين موظفين او لا اعوان اللي همهم الوحيد هو واصلاح او لا تتبع الحالات ديال هاد الانابيب، ولكن للاسف الشديد مادام اننا كنعيشوا بعض المرات في مشاريع اللي سميناها مشاريع الريع، اللي هي كتلقاها في غياب تام او لا استغلال هاد الاطر او الاعوان العراضيين. فهنا كنشوفوا مدينه الرباط ها هي غادي ربما، ولله ما تدخلوش المسؤولين غتعرف فاجعه، ونحن في العشر ايام الاوائل اللي نودع شهر الغفران في هذه الحاله ديال مدينه الرباط في هذه الاثناء، ونحن نتواجد في اتجاه الدار البيضاء. فهنا طريق السيار كيعرف وكنشوفوا منعرج مباشره من بعد هذا العطب، مما يؤدي الى الابتلال ديال العجلات وبالتالي انزلاق المفاجئ اللي غتعرفوا مجموعه ديال السيارات لا كتب الله لا قدر الله عافية. شوفنا صورة مفرطة لهذا السيد هذاك، غنشوفوا الحالات اللي غادي يدوزوا منها بعض السيارات اللي كيتفاجئوا بهذا المياه اللي راها كتغمر مدينة الرباط، ومن العيب والعار ان هذا الخلل لقاوه في الرباط. فهذا الشيء تعودناه في بعض المدن النائية، ولكن اننا باش نشوفوه هنا في الرباط فاعتبره من المستحيلات التي كنت انتظر. فها هو اخواني نرى اطنان المياه اخواني من بعد ما كاين عطب ديال مجرى ديال المياه كما كنشوفوا، فمن يتحمل المسؤولية إن وقعت فاجعة لا كتب الله. هنا كنشوفوا سرعة فائقة لبعض السيارات اللي حتى كيتفاجئوا بهذا الكم الهائل من المياه وهو يعبر الطريق السيار. فالطريق السيار الإشارة أن من حق أي واحد أنه يمشي بسرعة 120 كيلومتر في الساعة وهو مرتاح، ولكن للأسف الشديد فها نحن إن لم يتدخل المسؤولين في هذه الأثناء فما علينا إلا أن ننتظر الكارثة، وغادي يبدا نتبادلوا المسؤولية. فبيني وبينكم شو كيتحمل هذه المسؤولية اللي كتعيشها مدينة الرباط في هذه الأثناء؟ أنا كنشوفوا أطنان المياه. فمن بعد ما أننا بدينا البرنامج إخواني، هنا كنشوفوا العمال العراضيين بعد تدخل ديالهم مباشرة من بعد ما شافوا كاميرا أنها كتوثق تدخل في هذه الأثناء للعمال العراضيين من أجل باش أن توقف هذه المهزلة قبل الفاجعة. فكما كنشوفوا هنا كنشوفوا موظفين أو لا أعوان عراضيين أو لا أعوان تابعين لبلدية الرباط في تدخل، ولكن للأسف الشديد بدون لوجيستيك، شيء الذي جعل هاد العمال وكأنهم يقولون بأن العين بصيرة واليد قاصرة. فلازالت الأطنان من المياه هنا كتغمر الطريق السيار الرابط ما بين الدار البيضاء في اتجاه بين الرباط في اتجاه الدار البيضاء، ولكن للأسف الشديد كما كنشوفوا بأن هاد الأطنان ديال المياه جاو هاد الاعوان هنايا ولا المستخدمين، ولكن للاسف الشديد بدون لوجيستيك، ولا زالت الحاله كارثيه هنا على الطريق السيار الرابط ما بين الدار البيضاء ودار الرباط في اتجاه الدار البيضاء. فإلا ما كانتش البارطاج وحاولنا باش اننا نديروا يد في يد، فكنعرفوا بان موعد اقتراب الاذان كيكونوا البعض انه تتكون السرعه اللي كتكون فائقه ما من مره،
ولكن للأسف الشديد أن يمكن تعطي حوادث سير قاتلة. فقبل الفاجعة كنتمنى البارتاج ديالكم وشكرا لكل من أحس بأخوه المسلم وخاصة رواد الطريق. فاللهم بشر كل واحد أو لكل عائلة للعائلة للأفراد ديالها مسافرين بخبر خير. فحذاري ثم حذاري لكل مستعملي الطريق وخاصة الرابطة ما بين الرباط في اتجاه الدار البيضاء. كان معكم أخوكم حميد العقاوي في بث مباشر من مدينة الرباط. تحية.